Hello everyone, welcome to my channel Phonics for English Learners. أهلا وسهلا بكم في قناة Phonics وتعليم اللغة الإنجليزية. اليوم أتي درس جديد ودرس عام للمتمدرسين إضافة إلى متعلمي اللغة الإنجليزية، وهو Present Perfect، المضارع التام والذي أغلب التلاميذ لا يفهمونه أو متعلمو اللغة الإنجليزية لا يفهمونه أبدا. اليوم أتيت بشرح بسيط لهذا الزمن. Present Perfect ونعني به المضارع التام، من عنوانه أنه أمر قد تم وانتهى. الآن نذهب إلى تعريفه. يعبر عن أمر ما حدث وانتهى في الماضي بدون تحديد الوقت، يعني هناك حدث ما قد حدث أمامك وانتهى فجأة. For example, I have clapped. لقد صفقت. لقد صفقت وانتهى. نعم، لقد انتهى الموضوع. I have clapped. الآن صفقت وانتهى. هذا هو present perfect. Something is happened in the past just ended. يعني شيء ما قد حدث وانتهى بسرعة. دلالته نجد في جملة present perfect just, already, before, lately, since, for. ماذا نجد في جملة present perfect، أو كيف سنتعرف أن هذه الجملة هي مضارع تام؟ نجد أولا just وتعني للتو، already سابقا، before قبلا، lately مؤخرا، since or for منذ، ولهما نفس المعنى. هذا ما نجده في جملة present perfect، لذلك يجب أن تحفظ هذه الكلمات: just للتو، already سابقا، before قبلا، مؤخرا lately، since for تعني منذ. ولذلك قلنا أن present perfect هو حدث ما، يعني نتحدث عن حدث ما لكن بدون تحديد الوقت. للتو لم نحدد الوقت، يعني فقط قلت أنه للتو. For example, already يعني سابقا، لم أحدد إذا كان البارحة، قبل ثانية، قبل ساعة، before أيضا، مؤخرا، since and for. تكوينه يتكون من فعلين وهما to have، verb to have، in present يعني verb to have الذي نعرفه جيدا وقد شرحته سابقا، وقلت أن عمله ماذا؟ عمله هو كverb يعني للملكية، وله عمل آخر يعتبر كفعل مساعد auxiliary. هنا لننتبه، عمله هنا auxiliary يعني فعل مساعد. auxiliary فعل مساعد. عمله هنا سوف يوضح لنا زمن present perfect، يعني عندما يتدخل فعل to have in present يصبح auxiliary مع past participle. ماذا نعني past participle؟ past participle هو التصريف الثالث للفعل في الماضي. التصريف الثالث للفعل في الماضي بالنسبة للمتمدرسين سنة ثالثة متوسط، رابعة متوسط، يجدون في آخر الصفحة تصريف للفعل الماضي irregular verbs، يعني لهم تصريف simple past، we have infinitive، simple past، then past participle، التصريف الثالث للفعل. الجزء الثالث هو التصريف الثالث للفعل، حيث أن الفعل المتغير أو الغير منتظم irregular verb يتغير مرتين، قادر أن ممكن أن يتغير مرتين. For example, we have verb I have gone. What does mean؟ هي فعل go أصبحت went في الباست، ثم في past participle أصبحت gone، تغيرت ثلاث مرات. لذلك يطلب من الirregular verb، من التلميذ irregular verb أن يحفظها. الأفعال الغير منتظمة يجب أن تحفظ في الماضي البسيط إضافة إلى past participle. بالنسبة إذا كان الفعل لدينا regular verb فإنه يبقى كما هو. إذا كانت لدينا for example clapped يعني صفقة، clap معناها to clap يعني فعل في الغير مصرف، clapped في الباست، past participle clapped. يعني إذا وجدتم الفعل الذي لديكم regular verb فقط أضيفوا له دي أور إي دي يصبح past participle. إذا كان فعل متغير يجب أن يحفظ التصريف الثالث له، لذلك أنبه التلميذ على هذا الموضوع. We have an example. She has clapped. She has clapped. لماذا استعملنا has هنا؟ لأنها مع she. He, she, it نستعمل has. I, you, they, we نستعمل have. يعني هذا درس في present simple، قد وضعت
درس حول present simple شرحت فيه verb to have and to be. لذلك إذا أردتم أن الرجوع إلى الدرس present simple يمكنكم الذهاب إلى القناة والبحث عن present simple. نذهب الآن إلى another example. I have gone to France since 2018. لقد سبق وذهبت لفرنسا في منذ 2018، يعني لم أحدد اليوم والتاريخ بالضبط، فقط قلت العام، لذلك نقول غير بدون تحديد الوقت. We have another example. She has already visited USA. She has already visited USA. يعني هي زارت أمريكا في السابق، لكن لا نعلم بالتحديد، فقط قالت أنها زارت، أو قلنا أنها زارت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا. already معناها سابقا. نذهب الآن إلى forms of present perfect، يعني أشكال present perfect. أولا affirmative form، يعني في الجملة العادية. we have subject plus have or has plus past participle plus object plus point. for example I have done my homework. I have done my homework. We can add before. سابقا، يعني لم أضع العلامات أو دلالات present perfect فقط لي حتى لا تختلط على التلميذ. I have done my homework. لقد سبق وقمت بواجباتي المنزلية. I have. We have plus done. Done هو verb to do، يصبح في past simple did. ثم في past participle done، يعني هو فعل غير منظم. I have done my homework. We have a negative form، جملة منفية. Subject plus have or has plus not plus past participle plus object plus point. I have not done my homework. يعني not أين تقع؟ بين have and past participle، الفعل الذي لدينا أو التصريف الثالث للفعل. I have not done my homework. إذا كانت has، I has or she has not done her homework، يعني هي لم تقم بتمارينتها أو بحل واجباتها. Interrogative form، ماذا نفعل؟ نقلب have to have تصبح هي subject والsubject يصبح في مكان have. فكيف تصبح؟ have or has plus subject plus past participle plus object plus question mark. Have you, we have an example. Have you done your homework? Have you done your homework؟ يعني هل قمت بحل تماريناتك؟ وضعنا have في الأول. ماذا قلنا عن have؟ يعني عندما يكون لنا الأوكسيلري في الأول نجيب yes or no، يعني للإجابة ماذا نقول؟ yes yes for example yes I did for example. yes I did. هل قمت بواجباتك المنزلية؟ نقول yes I did، أو نجيب I have done my homework. yes I have done my homework. هذا كان بالنسبة للمضارع التام. إن شاء الله راح ندير تمارين حول present perfect لتفهموا جيدا. إلى اللقاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع الإعجاب لمزيد من الدروس المهمة والتبسيط أكثر في دروس اللغة الإنجليزية. إلى اللقاء، goodbye.